انطلق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية بمشاركة أكثر من 45 جامعة ومعهد بهدف تنمية مهارات الطلاب في المجالات الثقافية والأدبية والرياضية. المزيد حول انطلاق الفعاليات يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية بالفعل نتواجد معكم الآن من داخل مقر جامعة حلوان، حيث انطلاق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية والذي يشارك فيه أكثر من 45 جامعة ومعهد من مختلف المحافظات. يمكن هذا الحدث الفني الكبير والثقافي والرياضي يأتي انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية ورؤساء الجامعات على أهمية تبادل الخبرات بين جميع الطلاب وتنمية مهاراتهم ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم في المستقبل ويكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل. يمكن أسبوع الجامعات والمعاهد يتضمن العديد من الفعاليات المختلفة سواء كانت رياضية، ثقافية، أدبية، سياسية، اجتماعية. لو تحدثنا عن الفعاليات العلمية فبالفعل قد تم الانتهاء من تجهيز المعامل التي سوف تشهد العديد من الندوات وورش العمل، ومن هذه الندوات هي ورشة خاصة عن التغيرات المناخية وكيف ساهم مؤتمر كوبا 27 الذي انعقد في شرم الشيخ من تسليط الضوء على أهمية التغيرات المناخية وأهمية طبعا اهتمام الدول بتقليل الانبعاثات وتنمية مهارات الطلاب في هذا الشأن وتنمية مهاراتهم العلمية بالتحديد في قصة أو في شأن التغيرات المناخية. لو تحدثنا أيضا عن الفعاليات الرياضية، لدينا العديد من الفعاليات الرياضية التي سوف تنعقد خلال هذا الأسبوع، من الدوري لكرة القدم وكرة الطائرة ولعبة الشطرنج وغيرها من الألعاب الرياضية سواء كانت الفردية أو الجماعية أو المزدوجة. لو تحدثنا أيضا عن تنمية الموارد البشرية وكيف يمكن للطلاب في استغلال مهاراتهم وتنمية مواردهم وأيضا ريادة الأعمال، كل هذه يعني ندوات خاصة سوف تكون متواجدة داخل ورش العمل التي يعني تم الانتهاء من تجهيزها لتشهد مناقشة كبيرة داخل جامعة حلوان بين شباب الجامعات. أيضا جامعة الأزهر لها دور كبير في هذا الأسبوع، و بالفعل كان لنا لقاء مع رئيس جامعة الأزهر وتحدث عن كيف يمكن للمواطن المصري وكيف يمكن للشاب المصري أن يلتزم بدينه وتعليمه، تعليم الدين الإسلامي والارتقاء بأخلاقه ليكون مثل طبعا للمواطن المصري المسلم الملتزم بتعليم دينه. كل هذه الفعاليات هي سوف يعني تنطلق خلال هذا الأسبوع الذي يشمل العديد من الأنشطة المختلفة في أسبوع الشباب جامعات والمعاهد. يمكن هذا ما لدينا من جديد وما أبرز ما رصدناه من خلال انطلاق هذه الفعاليات، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.